ما انا عايزه يعني في النهايه حضرتك رجل قانون بالاساس نعم ومستشار، فهمك الفلسفي الان للدين في ضوءه، شايف القوانين الوضعيه اللي موجوده زي في بلدنا مثلا، يعني هنرجع للاشكاليه الاولى اللي خلتك اساسا تسيب تستقيل من النيابه في مصر قبل ما ترجع تاني سيره مسألة القضاء يعني. قديمة يعني. الاشكاليه بالنسبه لك دي اشكاليه اتحلت دلوقتي ولا لسه موجوده؟ يعني كرجل له نمطه من التدين، حضرتك سياده مستشار، شايف ان القوانين اللي موجوده دي تتقاطع مع ديننا، تتقاطع مع الاسلام بغير ما انزل الله؟ يعني الاشكاليه لا دي لانها مطروحه احنا دلوقتي بنتكلم في ده. بوضوح انا يعني كتبت بوضوح بوضوح بوضوح، الشرائع متغيرة تتعاطى مع معطيات الاجتماع اللي هي الحاجات والعلاقات البشرية. الحاجات والعلاقات البشرية متغيرة، والقانون عندما تتغير المعطيات اللي في الواقع الاجتماعي يتغير القانون، بدليل أننا الآن لا نرى قانون حمورابي اللي كان بيحكم، ولا قانون، ولا القانون اللي كان في مصر الفرعونية، ولا في الدولة الرومانية، ولا في الدولة في أثينا. احنا بنشوف الآن قوانين جديدة بتفرضها معطيات الواقع الاجتماعي. فلما معطيات الواقع الاجتماعي بتتغير تتغير القوانين. هذا قانون اللي بحكيه ده هو قانون ثابت، انه عند كل تطور في الاجتماع، أعني في الهياكل الكلية التحتية في الاقتصادية، الهياكل الاقتصادية يعني مثلا جدلية زي احنا وهما بنناقش الدستور كان في جدلية زي مثلا سن الزواج، حضرتك شايف انه سن الزواج ده شيء اجتماعي قوانينه متغيرة دائما ولا يمكن ان تكون ثابتة؟ لا طبعا متغيرة، متغيرة لأنها تشريع. طيب لو انا هتكلم في الواقعة الصغيرة دي ممكن اقول بس ما فيش نص قرآني يحدد سن الزواج، فأنا إزاي بشكل بشري أنا اللي حدده مثلا؟ ده يعني وظيفة القانون، هذه وظيفة القانون الذي تفرزه معطيات الواقع. الواقع الاجتماعي هو الذي يفرز القانون، وعندما يتغير الواقع الاجتماعي يتغير القانون، بدليل أن شريعة التوراة تم تنحيتها كليا من العالم، واليهود لا يمارسونها بسبب إيه؟ ان بيئه اجتماعيه تغيرت، الاقتصاد تغير، الاجتماع تغير. لا بس المتدينين اليهود بيمارسوا الشرائع، تم تنحيه الشريعه، شريعه التوراه عن حكم غير حاكمه في اسرائيل، غير حاكمه في الدوله، انما الافراد بيطبقوها على انفسهم. لا اللي انا بتكلم عن التشريعات بالمعنى الضيق، الاحكام التشريعيه، اقصد الاحكام التشريعيه اللي هي التكاليف في الاسلام ايضا. انت عندك النهارده في قانون واضح في مصر ولا لا؟ طبعا في قانون واضح. طيب ليه تم اقراره في مصر؟ ناتج عن ايه؟ تم تنحيه الشريعه، تم تنحيه الشريعه. طيب في حضرتك في احد، لحظه من فضلك، ما هو انا قدامي نص من احد مؤلفاتك اعتقد انه مرتبط جدا، بتقول ان الدوله الاسلاميه لم تصدر طوال تاريخها قانونا مكتوبا واحدا رغم نصيحة وجهها ابن المقفع للخليفة المنصور، دعاه فيها إلى إصدار تشريع عام يلزم به القضاء في جميع الأنحاء. عايز أسمع بقية القصة وملابساتها وتفسيرك لها، أو على الأقل ماذا بنيته على هذه المعلومة؟ لا ده احنا بنقول إنه في الدولة الإسلامية بنلاحظ لدى كل دولة بارتباط فكرة الدولة في قانون، أقصد بالقانون هنا تشريع مكتوب. أن أي يعني القانون ليس له لا 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 يتمظهر في صورة واحدة هي التشريع المكتوب، العرف قانون، القانون العرفي ده قانون. فالدولة الإسلامية ما كانش فيها قانون مكتوب، لم يكن فيها قانون مكتوب، ولكن كان فيها اجتهادات متروكة لكل قاضي. كل قاضي بيحكم بما فهمه وما درسه بالضبط. وبعد كده لما حصلت المذهبية وأصبح هناك المذهب الحنفي والمذهب كذا بعد القرن الرابع، أصبحت هناك
قضاة مذهبيون، كل قاضي بيحكي بالمذهب بتاعه ويحكم بالمذهب بتاعه. لم يحدث أن الدولة الإسلامية تحدثت عن أو صنعت قانونا موحدا مكتوبا، أن هو في قانون لحد الخلافة العثمانية، لحد الآن لا يوجد قانون مكتوب في الدولة الإسلامية، لا في الدولة الأموية ولا في الدولة العباسية. ما أنا قصدي لحد الخلافة آخر غاية الدولة العثمانية لما عملوا مجلة الأحكام العدلية بشكل أو بآخر. إنما في الدولة الإسلامية التقليدية الحقيقية يعني اللي ما فيش قانون مكتوب. أنا يعني لما بفسر ده بفسره بأنه امتداد للثقافة الشفوية المتوارثة من الجاهلية العربية، وهي الثقافة التي وجهت المسار العملي للتشريعية اللي انتهجتها الدولة الإسلامية. فصار الفقه الذي كان قد تحول إلى مؤسسة في حد ذاته. هل 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 وده هرجع الإجابة له بعد الفاصل مع قراية العدد من المشاركات للناس. وأنا عارف إنه كلام حضرتك ممكن يثير أسئلة كتيرة، يثير عواصف مش بس أسئلة. فكرة الدولة الحديثة، نعم، الدولة اللي بمفهومها الآني، نعم، مودرن ستيت، في اعتقادك أو في اعتقاد البعض إن هو أحيانا بيتعارض مع الدين، مع كتير من المفاهيم الدينية، يعني بيعطي للقانون والقواعد أهمية توازي أهمية الدين أو تفوقها وتخليها لها السلطة العليا عليها، وقد تقمع بعض الأحكام والتشريعات لأنه فيها موائمة، لأنه الدولة الحديثة دولة مواطنة ما مش دولة نميز ده فيها بين الظرف الاجتماعي. فهو ده السؤال اللي أنا أنتظر عليه إجابة بعد الفاصل. الجدل اللي يعني هل عندك فكرة مبسطة لفكرة التوافق؟ حضرتك قلت أنه المدخل الديني مدخل فطري، أنه الإنسانية ما تقدرش تعيش من غير دين طبعا، وفي نفس الوقت ما نقدرش يعني نعيد اكترار نموذج لدولة، سواء كانت دولة خلافة أو دولة احنا في عصر مختلف. ازاي يحصل هذا التوفيق من غير ما المدخل الديني يتأثر ومن غير ما الدولة الحديثة تنهار؟ بعد الفصل. نعم. سبرايت هو كده الانتعاش. أيها السادة المواطنون، ضيف حلقة الليلة مولوتوف، الإعلام المتميز وائل الإبراهيم. الحقيقة راحت فين يا وائل؟ هنندهش. تاخد حبوب طناش؟ المصري عمره ما يقول لا. مش عاوز أقول على قفاك، دي مصيبة. ربط هاني رمزي في شقة مشبوهة. لا لا.